السلام عليكم. في الحلقة بتاعت النهاردة، وزي ما احنا ملتزمين بالجدول، فالنهاردة الأربعاء، فالنهاردة يوم الاستراتيجيات. حلقة النهاردة هتبقى جديدة نوعا ما، وهتبقى أول مرة نتكلم عن الموضوع ده، وده هتتعودوا عليه دايما، لأن في حلقة الاستراتيجيات أكيد مش هنتكلم دايما عن حلقات الربح من الإنترنت. في حلقة الاستراتيجيات بتاعت النهاردة هنتكلم عن طريقة الحصول على منتجات مجانية من الشركات الصينية. الطريقة هي واحدة في كل حتة، والطريقة هي واحدة في كل قنوات اليوتيوب، وكل الناس اللي شرحت الطريقة هي نفس الطريقة، وأنا النهاردة هشرح نفس الطريقة. ولكن حابب أتكلم عن الموضوع قبل ما أتكلم في أي شرح، وقبل ما أعلن أو أوريكم شركات الإعلان الجديدة اللي أنا هتكلم فيها النهاردة، أقصد طبعا شركات المنتجات اللي أنا هتكلم فيها النهاردة. فقبل ما نتكلم في الموضوع ده هنطلع فاصل، يا دوبك تعمل لايك الفيديو واشتراك في القناة لو كنت أول مرة تشوف حلقات مستر بومتك، ونبدأ الحلقة بعد الفاصل. عشان تحصل على منتجات مجانية محتاج عامل واحد فقط أو عاملين، هو عامل واحد ولكن بيتفرع إلى أكتر من عامل. العامل ده هو القوة. القوة يعني ايه؟ هو ان يكون عندك قناة على اليوتيوب قوية، ويكون عندك مدونة او موقع الكتروني قوي. ما بنصحكش ببلاجر او عادي، لو ترتيبك في اليكسا كويس فده اكيد هيحسن من الحاجة اللي انت هتطلبها. ما فهمتش الموضوع؟ هنشرح بالتفصيل اكتر. في البداية انت مثلا دخلت على شركة وعايز تطلب منها منتج، الشركة دي اول حاجة هتشوفها في انت مثلا بعت لهم السي في بتاعك، عندي مثلا قناة على اليوتيوب، عندي 2000 3000 مشترك، وعندي موقع على الانترنت ترتيبي على اليكسا 600 ألف. طيب الشركة هتشوف الموقع بتاعك، هتشوف الدنيا، لقيت كلامك فعلا صحيح وكلامك تمام، 600 ألف ده ترتيب كويس، 3000 مشترك كويس برضو، فهيدوك منتج على حسب اللي انت قلت عليه. لو انت طلبت مثلا موبايل فون، فممكن فعلا يبعتوا لك موبايل فون، بالذات لو هي شركة جديدة، وده اللي احنا هنعتمد عليه النهاردة. فلو شركة جديدة اكيد هيبعتوا لك المنتج اللي انت عاوزه، لكن ما تطلبش موبايل زي مثلا يكون ايليفون مثلا او شايومي او اي نوع من انواع الهواتف القوية جدا، واللي بتبقى زي وان بلس مثلا او الهواتف دي، فصدقني مش هتلاقي حد يعبرك من الشركات. فانت ممكن تطلب شركة جديدة في بيع المنتجات، وممكن تطلب منهم هواتف جديدة بحيث انها تكون في الفئة المتوسطة او الفئة الضعيفة كبداية ليك مع الشركة. ولو لقيت ان الفيديوهات بتاعتك بدأت تجيب ترافيك وبدأت تجيب لهم زوار، فاكيد اكيد مش هيستخسروا فيك اي هاتف تطلبه بعد كده. اتمنى تكون فهمت النقطة دي. ثانيا هي زي ما قلنا القوة. فكلمة القوة دي بتتفرع لحاجتين زي ما قلت لك، هي قناة قوية او موقع قوي، او مش لازم يكون عندك موقع ولازم يكون عندك قناة. لو انت بتتكلم في اليوتيوب عندك قناة كويسة، وبتتكلم عن الموبايل فونز، فده هيبقى افضل لك بكتير لو انت بتتكلم عن موبايل فونز. اما لو زي كده وبتتكلم في التقنية بشكل عام، فده هيبقى اقل افضلية، ولكن برضو ممكن يتبعت لك المنتج. ولكن لو انت مثلا بتتكلم عن الكوميديا او حاجة زي كده، فمستحيل مستحيل حد يبعت لك منتجات، عشان الناس اللي بتتكلم في حاجة عايز منتجات على الانترنت. ولكن لكل مجال في مميزاته وفي عيوبه. اما المجال اللي احنا فيه ده اللي هو مجال التقنية، فانت عليك مميزات انك ممكن تاخد منتجات على الانترنت مجانية. اما مثلا لو بنتكلم على الكوميديا، فانت ممكن تعرض هناك منتجات في الفيديوهات الكوميدية كسبونسرز. ودي طبعا نيجي لنقطة تانية، سبونسرز ده بيدفع اكتر من المنتجات المجانية اللي انت تاخدها من الشركات اللي هتتعامل معاها 100 مرة. يعني لو هتاخد منتج ب 200 $300، انت تاخد السبونسرز ده ممكن يديك 700 $800 في الفيديو. فاعتقد ان الفرق واضح، ولكن ده لطريقة وده لطريقة، ده له رزق وده له رزق، كل حاجة ربنا محددها. ونخش على طول على الشركات اللي هنشرحها النهارده، هسيب لك التكست ده اسفل الفيديو، ونخش على الشركات ونشوف هنتعامل معاهم ازاي. مثلا ناخد اول شركه ونخش كده نشوف، تمام، من غير ولا تعمل ايميل ولا اي حاجه، هتنزل تحت خالص، تمام. هنبص كده تحت زي ما انتم شايفين، وهنشوف كونتاكت اس. لو مفيش كونتاكت اس مثلا، اكيد في هنا كونتاكت اس، هنشوف، تمام. طبعا انا دخلت على الشركه قبل كده وعارف ان هي ما فيهاش كونتاكت اس، هنعمل ايه بقى؟ هنخش هنا، زي ما انتم شايفين يا شباب، هنا دي صفحه الفيسبوك بتاعت الشركه، وهي افضل وسيله انت ممكن تتعامل فيها مع الشركات، وهي اولا اسرع وسيله، ثانيا لو بعت لهم ايميلات فالايميلات دي بيتعاملوا بيها مع اكتر من حاجه، مع اكتر من شركه، مع اكتر من مستخدم.
فانت لما تبعت لهم على الفيسبوك هتبقى انت مستخدم مميز شويه في ان انت بعت لهم رساله على الفيسبوك ومش بعت لهم ايميلات على الجيميل او على اي حاجه من التواصل يعني عن طريق الايميل عموما يعني. تمام، فانت لو بعت لهم رساله فده هيبقى افضل. ولكن في مشكله برضو بحوار الرساله، ان الرساله ده بيبعتها اي حد، ممكن مثلا يبعتها الناس اللي عندها منتجات وفي مشاكل. ولكن برضو انت لو بعت لهم انت رساله كريفيور كمراجع فانت ممكن يشوفوا الرساله. انا فعلا بعت لهم رسائل وفعلا شافوا الرساله وتعاملوا معايا، ولكن مش مفيش مشاكل في الموضوع، ولكن لسه حاليا بيراجعوا الموقع بتاعي. فممكن اوريكم المسجات، ثواني افتح اكونت فيسبوك وارجع. تمام، ادي الشركه زي ما انتم شايفين. انا دلوقتي هنا بقدم لهم القناه بتاعتي وان عندي موقع وقناه اليوتيوب. قام بيقول لي هاي، وبعد كده بيقول لي ان هم سعيدين ان هم عايزين يتعاونوا معايا، وبيقول لي ابعت ايميل على او ابعت يعني رساله على الايميل دون عشان نشوف التعاون ده هيوصل لحد فين. وبيقول لي او بتقول لي، هي بنت تقريبا اللي كانت بتتكلم. تمام، فقلت لهم ماشي وبعت لهم فعلا الرساله. بعد كده قال لي تمام، قلت لهم ماشي، قلت لهم انت عايز تشوف الصفحه بتاعتي او يعني اللي هو الموقع، فبعت لهم الموقع. تمام، وقلت لهم رايك ايه ومش عارف ايه. فهم هنا قال لي ماشي انت تمام، بعت لي الموقع. قال لي احنا سعيدين ان احنا يعني نتعاون، وهنشوف هنعمل ريفيو للموقع بتاعك وهنترد عليك. تمام، فنزلنا وقلت له ماشي، قال لي شكرا ومش عارف ايه. ونزلت قلت له مثلا هناخد وقت قد ايه في الريفيو ده، هتقعد قد ايه. قال لي انا مش عارف هقول لك الوقت هيبقى كام بالظبط، ولكن لان المجال اللي انت فيه هو في مجال تاني غير المجال اللي احنا بنتعامل فيه، او المجال اللي الريفيور بتاعي اللي هيراجع الموقع بتاعك بيتكلم فيه، فعشان كده اول ما اخلص هكلمك. قلت له شكرا انا مستنيك. فقال لي يو ار ويلكم. تمام، زي ما انتم شايفين هي دي المسجات، ولكن طبعا انا اتعاملت مع اكتر من شركه. تمام يا شباب، فانتوا هسيب لكم كل الشركات دي لها صفحات فيسبوك، فانت هتخش تبعت لهم الرساله اللي انت عايزها. طول ما انت رسالتك احترافيه فصدقني هيتعاملوا معاك بشكل افضل بكتير. انا يمكن لسه مبتدئ ولسه الرسائل بتاعتي مش احترافيه 100%، وكمان الموقع بتاعي ترتيبه فوق المليون، وده بيقلل من نسبه الحصول على المنتجات، او ممكن احصل على المنتجات ولكن اضعف من المنتجات العاديه. فاتمنى تشتركوا في كل الشركات دي، وكل الشركات دي زي ما قلت لكم ليها صفحات على الفيسبوك، هتكلمها على طول وهترد عليك في اسرع وقت. طول ما انت الموقع بتاعك ترتيبه اقل في اليكسا، طول ما انت هتحصل على المنتجات اللي انت عاوزها، طول ما انت قناتك على اليوتيوب فيها ترافيك كويس وفيها مشاهدات وفيها ناس بتجيلك على طول، فانت طول ما انت هتحصل على المنتجات اللي انت عاوزها. لكن طبعا الشركات الصينيه دي ما فيهاش طبعا ايفونات، ما فيهاش الهواتف اللي تبقى هاي 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 دي خالص، تبقى عاليه جدا دي خالص، ما فيهاش سامسونج اصلا. تمام، مش دي الحاجات اللي بتتبعت لك، انت بيبعت لك هواتف جديده ما تسمعش عنها قبل كده، هواتف من انواع جديده، تلاقي كده هاتف نوع مش عارف ايه كده غريب خالص، وتلاقيه نزل وتلاقيه اتبعت لك فجاه. ممكن بعد كده لو اتعاملت مع الشركات اللي زي دي هيتبعت لك الهواتف من غير ما انت حتى تطلبها، هتقوم مبعتها لك على البيت مباشره. اتمنى يكون الموضوع واضح ويكون الموضوع سهل بالنسبه لكم. فاتمنى لو عجبك الفيديو اضغط لايك واشتراك في القناه. انا كنت اول مره تشوف حلقات مستر بومتك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.